أهلا وسهلا بيكم، وكل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم. ابن خلدون، أيوة، رائد علم الاجتماع، أول علماء الاجتماع لو حبيت تسميها كده. عبد الرحمن بن خلدون العبقرية المتميزة، العالم متعدد المعارف والعلوم، المؤسس الأول لعلم الاجتماع، أحد رواد فن الترجمة الذاتية والمجدد في مجال الدراسات التربوية والمجدد في أسلوب الكتابة العربية. تيجي تقول لي إيه علاقته بمصر يا يوسف؟ لا، استنى وأنا أقولك. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي اتولد لأسرة أندلسية نزحت لشمال إفريقيا في القرن السابع الهجري. أصله يعود من واضح جدا من الاسم لحضرموت في جنوب شبه الجزيرة العربية، يعني من الآخر كده أصله من اليمن. عاش بعد تخرجه من جامعة الزيتونة في مختلف مدن شمال إفريقيا، رحل لبسكرة وغرناطة وبجاية وتلمسان في الجزائر، وبعد كده راح على مصر، وهناك أكرمه السلطان الظاهر برقوق واداله فيها ولاية قضاء الملكية، وقعد عندنا في مصر 25 سنة. انت متصور؟ تيجي تقولي ايه علاقة ابن خلدون بمصر؟ اقولك لا، ده عاش عندنا وكان قاضي عندنا، متولي قضاء الملكي كله. اتوفى سنة 1406 ميلاديا، وكان عمره تقريبا حوالي 76 سنة، واتدفن قرب باب النصر عندنا هنا في شمال القاهرة، وطبعا ترك تراث ضخم وغني وثري إلى أبعد الحدود، ولازال تأثير هذا التراث ممتد لحد النهاردة. وزي ما قلتلك، ابن خلدون يعتبر مؤسس علم الاجتماع الحديث، مش بس كده، وأحد آباء التاريخ وعلوم الاقتصاد. نحكي بقى الحدوتة من أولها، اتولد ونشأ إزاي؟ هو اتولد في تونس سنة 732 هجرياً، ونشأ الحقيقة في بيت علم عريق، حفظ القرآن وهو طفل صغير. والده كان هو المعلم الأول، بعد كده بدأ يدرس العلوم واللغة والمنطق والفلسفة والرياضيات على إيد مشاهير علماء عصره. الوالدين توفوا بالطاعون زيهم زي كتير من أساتذته للأسف، فالتحق بوظيفة كتابية وعينه السلطان أبو عنان ملك المغرب الأقصى عضو في مجلسه العلمي. بعد فترة سمع السلطان أبو عنان إن ابن خلدون بيتآمر مع أمير بجاية علي، فتسجن ابن خلدون سنتين إلى أن توفي السلطان. السلطان الجديد أبي سالم أبي الحسن حرره وولاه كتابة سره وإرسال الرسائل عنه، وسعى ابن خلدون لتحرير الرسائل من قيود السجع اللي كانت سائدة ونظم الشعر في المرحلة دي. تولى بعدها ابن خلدون خطة المظالم واشتهر بالعدل الشديد، وطبعا ده كان يؤدي إلى حسد أقرانه وكل المحيطين، وخلوا السلطان يتغير من ناحيته. وكان طموح ابن خلدون أكبر من الوظائف بكتير، فسافر لغرناطة في الأندلس وساهم بعقد الصلح بين سلطان غرناطة وملك قشطالة، فمنح السلطان أرض كبيرة وأموال كتيرة، لكن برضو لاحقته وشايات الحاسدين، فغادر غرناطة لبجاية مرة تانية، وبعدها اتنقل كتير ما بين البلدان والحكام وعانى من مؤامرات السلاطين لحد ما رجع على المغرب، وقرر يترك شؤون السياسة ويتفرغ للقراءة والتصنيف، وفضل على الحال ده حوالي 4 سنين، وفي خلالها أنهى كتابه المعروف كتاب العبر وديوان المبتدى والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، واللي صدر بمقدمته الشهيرة واللي اعتبرت بداية علم الاجتماع الإنساني وقوانينه، وعمر وقتها كان 45 سنة. ابن خلدون رجع لتونس مسقط راسه واللي كانت وقتها تسمى إفريقية، وظل عاكفا على البحث والدراسة حتى أتم تنقيح الكتاب وتهذيبه، وبعدها قرر يغادر تونس بعد ما كثر الحساد وتعرض بقى لكثرة الوشايات، وقال وهو خارج من تونس في إفريقية وافق أو نافق أو غادر البلاد، وده كان قراره مغادرة البلاد.
فقد زوجته وأولاده وأمواله بغرق السفينة اللي كانوا جايين عليها بالقرب من الأسكندرية. الكلام ده حصل تقريبا سنة 784 هجريا، وقعد فيها شهر. بعد كده سافر من اسكندرية للقاهرة واتفتن بيها وبمظاهر الحضارة والعمران فيها، ولقى الحفاوة والتكريم من أهلها وعلمائها كما جرت العادة، والتف حواليه طلاب العلم، فاتخذ من الأزهر مدرسة وتلقى عنه عدد كبير من الأعلام والعلماء، منهم تقي الدين المقريزي وابن حجر العسقلاني، وتولى ابن خلدون زي ما قلنا لكم منصب قاضي قضاة الملكية، وسعى لإصلاح المنظومة القضائية وقتها. وبرضو وبسبب ملاحقات الوشاه ترك منصبه القضائي بعد سنة، وتعين أستاذ للفقه الملكي في المدرسة الظاهرية البرقوقية، والوشاه برضو خلوا السلطان يعزله، فقرر السفر لفلسطين لزيارة بيت المقدس، ووصف رحلته في كتابه التعريف، ورجع لمصر مرة تانية وتولى منصب قاضي القضاء ونجح، لكنه عزل بعد سنة، ثم عاد للمنصب مرة أخرى إلى أن توفاه الله. دي كانت إضاءة سريعة وحدوتة من حواديت أرض البركات وأرض الكرمات. استنونا بكرة وحلقة جديدة من أولياء المحروسة.